ظاهرة غريبة وكوميدية ظهرت على مسلسلات رمضان السنة دي، ولاحظنا السنة دي ان معظم بطلات مسلسلات شهر رمضان بيحبوا فنانين اصغر منهم في السن. وطبعا ده مجرد تمثيل، لكن المشكلة ان شكلهم على الشاشة كوميدي جدا ومش مقنع في اوقات كتيرة. فمثلا في مسلسل الطبال بترتبط الفنانة روجينا او الراقصة سوسكا بالطبال امير كرارة، واللي على الاقل اصغر منها في السن بحوالي 5 سنين. ومسلسل الطبال معظم احداثه بتدور جوه كباريه، والموضوع ده غريب شوية في شهر رمضان. والفنانة روجينا كمان بتشارك السنة دي في مسلسل الاسطورة، والاول مرة بتقف قدام محمد رمضان وكمان بتقع في حبه، وطبعا فرق السن بينهم حوالي 15 سنة. بس الصراحة روجينا شكلها أصغر من أمير كرارة ومحمد رمضان. ونفس الموضوع وقعت فيه الفنانة منى زكي في مسلسل أفراح القبة، واللي بتقع في حب الفنان محمد الشرنوبي، واللي أصغر منها بحوالي 19 سنة. ولكن أداء منى زكي قادر يغفر لها أي حاجة. ومسلسل أفراح القبة قصة الراحل نجيب محفوظ وإخراج محمد ياسين. أما الفنانة ليلى علوي فكل علق على جمالها ورشاقتها اللي ظهرت بيها السنة دي، وكل التعليقات بتقول إنها صغرت حوالي 20 سنة. وبتنافس الفنانة ليلى علوي بمسلسل هي ودافنشي، وبتجسد شخصية المحامية كارما، وبترتبط بالفنان أحمد سعيد عبد الغني واللي أصغر منها بحوالي 10 سنين. وبيشارك في بطولة المسلسل الفنان خالد الصاوي والإخراج لعبد العزيز حشاد. أما الفنانة نجلاء بدر فبتنافس السنة دي من خلال مسلسلين. الأول هو جريمة شغف مع الفنان قصي خولي، وبتنافس كمان في شهر رمضان بمسلسل فوق مستوى الشبهات. وبترتبط نجلاء خلال المسلسل بالفنان أحمد حاتم، واللي أصغر من نجلاء بدر على الحقيقة بكتير.